بسم الله الرحمن الرحيم. لا ادري الصوت واضح ان شاء الله؟ واضح بروف، توكل على الله. حياك الله دكتور احمد. الله يحييك، على البركه ان شاء الله للجميع. طيب صار الكل موجود ان شاء الله؟ ان شاء الله بروف موجود. طيب نبدا على بركه الله. يعني طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليله في لقاء يتجدد مع تخريج دفعه جديده من كليه طب الاسنان بجامعه دار العلوم. وبعيدا عن الرسميات، نلتقي معكم مع منسوبي الكلية والخريجين والخريجات وأهاليهم لنسعد معا في ليلة مميزة كلها فرح وسعادة، ونبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا نسأل الله أن يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر في هذا الشهر المبارك بإذن الله. آمين. كلمة الكلية طبعا يلقيها سعادة الدكتور علي بن عبد العزيز القربان وكيل الكلية للدراسات العليا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي هذه الليلة على هذا البرنامج في ظل جائحة كورونا لنشارككم فرحة النجاح وتحقيق الحلم. سنوات مضت وجهد وعمل متواصل وتضحيات من الجميع لتحقيق الهدف، أيام من التعب وليال من السهر ما بين كتب ومعامل وعيادات. ست سنوات مضت، بداية المشوار أمس من السنة التحضيرية حتى التخرج، ورغم طول المشوار إلا أن لذة الحصاد فيه لا يعرف طعمها إلا من ذاق التعب والسهر. فهنيئا لكم هذا الحصاد، وهنيئا لكم هذا التخرج، وهنيئا لنا بكم، وشكرا لكل من وقف معكم خلال هذه الفترة ودعمكم حتى تحققون الهدف. شكرا لكل أب، شكراً لكل أم، ولكل أخ، ولكل أخت، والشكر موصول لجميع الأهل والأحباب. والشكر أيضاً موصول لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطاقم المساند والطاقم الإداري لما قدموه لكم خلال مسيرتكم التعليمية. وهذه ليست النهاية، بل بداية المشوار، وبداية مشوار جديد لتحقيق المزيد من الأحلام والالتحاق بإذن الله بالدراسات العليا. فالطموح دائما لن يتوقف. نبارك لكم التخرج، ونسأل الله لكم الجميع والتوفيق والسداد بإذن الله تعالى. For our staff who didn't speak Arabic, it's my pleasure to welcome you tonight to celebrate the graduation of our third batch of the College of Dentistry of Darul Uloom University. We will show you a short video, then we will open a way for everybody to say whatever they're feeling and to share our graduates their happiness. Thank you.
شكراً دكتور علي، ما قصرت، وألف مبروك للجميع. الآن نعرض فيديو بأسماء الخريجين وصور من ذكريات الكلية، ونلتقي بعدها في كلمة من كلمات الخريجين. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا اليوم كلنا. الدكتور أحمد المطيري. عادتنا بفرحة النجاح، كلنا بنقول مبروك. الدكتور هاشم العلي. كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا اليوم كلنا. الدكتور عادل عيدي. الدكتور بسام العنزي. الدكتور عبد الرحمن المطيري. الدكتور إبراهيم الجربوع. الدكتور عبد القادر الشمراني. الدكتور عبد الله آل عاصم. الدكتورة شهد النجيدي. الدكتورة رهف جمعة. الدكتورة روان العواد. الدكتورة ريما مريح. نسأل أملنا الغمام والنجاح، الجهدنا أغلى وسام. الدكتورة سارة العقيل. من فرحنا بكلمتين للأمام نكون دايم للأمام. الدكتورة غادة الفرم. نسأل أملنا الغمام والنجاح، الجهدنا أغلى وسام. الدكتورة نورة الجديلي. الدكتورة أسيل آل مقبل. الدكتورة نوف الرويلي. الدكتورة يارا الحميدان. الدكتورة سارة الحسين. الدكتورة غادة الحارثي. الدكتورة ريم العنزي. الدكتورة مها الغنيم. الدكتورة ميرا الخيري. الدكتورة أصالة العرابي. الدكتورة أثير المرشد. الفرح نرسل تهانينا أكيد، والتهاني بالأغاني والقصيد، والنجاح اللي كسى أفراحنا يا عسله يدوم والفرحة يزيد. بالفرح نرسل تهانينا أكيد، والتهاني بالأغاني والقصيد، والنجاح اللي كسى أفراحنا يا عساه يدوم والفرحة يزيد. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا Thank you.
الشهادة علمنا درب منير والطموح اللي بداخلنا بنا صرح عالي من شموخه نستنير كل منا صار في دربه يسير بالشهادة علمنا درب منير والطموح اللي بداخلنا بنا صرح عالي من شموخه نستنير طبعاً مهما تحدثنا فلن يشعر بطعم السعادة الحقيقي ولذتها إلا من خاض معارك الجد والاجتهاد. كلمة الخريجين والخريجات تلقيها الدكتورة أصال العرابي فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاقد وصلنا إلى اليوم المنشود والهدف المطلوب بعدما كان الجد والاجتهاد رفيق لنا على الدوام. أنا أصال العرابي أحدثكم اليوم هنا نيابة عن وعن جميع زملاء الأطباء الخريجين لنحن الشكر بكل الحب والتقدير لكم أيها الداعمون لنا على مر السنين. علم الطب هو علم كريم وفن قديم، فمن الواجب علينا أن نعطي العلم الذي اكتسبناه حقه ونلتمس منه الأجر والنفع للجميع. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضاه من الطاعة والنفع للأمة ورفع قدر هذه الدولة الكريمة ومن يقوم عليها. اللهم افتح علينا من أبواب كرمك وفضلك وواسع رحمتك. في هذه اللحظة نودع التعب ليأتي وقت الحصاد، حصاد ثمرة جهدنا رافعين فيها قبعة التخرج والاحترام لأعضاء هيئة التدريس ولمن سهروا الليالي وتعبوا لنصل إلى هذا اليوم، أمهاتنا آباؤنا وكل من ساندنا خلال هذه السنوات الحافلة، فشكرا لكم من الأعماق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة أصال ما قصرتي وألف مبروك للجميع. الآن طبعا نجول خلال مشاركات متنوعة من الخريجين، نبدأ بالدكتورة ميرا. ميرا جاهزة؟ أي جاهزة يلا تفضل. يا حلوك يا ميرا تهبلين حبيبتي والله. أول شيء بس حاجة من الله مرة بالتخرج وشكرا أعضاء هيئة التدريس وأهلنا وصحباتي خاصة أصال تعالي. شكرا لكم جميعا. التخرج سوا يعني كان ودنا نكون معاكم كلكم، يعني أتمنى أنه جميعنا نكون موجودين مع بعض. شكرا على هالمبروك مبروك 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 ألف 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 مبروك التخرج حبيبتي آصال، ألف ألف مبروك. طبعا طلت علينا الآن أستاذتنا كلنا الدكتورة ميسرة، حياك الله دكتورة. الصوت ما عندك الصوت، افتحي الصوت دكتورة ميسر. حياكم الله جميعا. حياك الله بروف ميسرة، كيف امورك؟ طيبة ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. احنا نسعد دائما مشاركتك القيمة معنا في كل حفل. وإلي الفخر وإلي السعادة كمان. يسعد مساكي. الله يسعدكم الله يسعدكم جميعا. تذكرتي هالوش ولا ما تذكرتي؟ الشاشة نص الوجه مطلعتها. بروف يوسف تارك. أوه أهلا وسهلا، يا أهلا بك يا أبي، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ سعادتي الله يرضى عليك بروف هشام انه كمان يعني invited you ما شاء الله. انت الاصل. استغفر الله وانت الاصل كمان. الله يرضى عليكم جميعا. حياك الله بروف هشام. حياك الله منورنا بروف تارك. وما شاء الله مبروك للجميع للبنات والشباب وعقبال الشهادات العليا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هاشم معنا؟ هاشم جاهز؟ هاشم دكتور هاشم اهلا وسهلا دكتور. يلا تفضل. مرحبا دكتور كيف حالك؟ تفضل يلا. بس هاتي ما في القلب يعني ها. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بلغنا المرام. الحمد لله الذي هيأ وسهل لنا الأسباب. حكومة رشيدة أنفقت بسخاء وشرعت الأبواب للشباب الطموح. وعلماء متمكنون بذلوا الوقت والجهد وقدموا علمهم لأبناء الوطن لينهلوا من عطائهم. وبيئة أسرية وفرت جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي. وشباب تلقفوا كل تلك المقدمات وصبروا وثابروا واجتهدوا وكانت النتائج بمقدار العطاء. ونتطلع الآن للانخراط في سوق العمل أو الاستمرار في التحصيل العلمي متسلحين بسلاح العلم لرد ما بذمتنا للوطن الغالي وللذين دعمونا وساندونا. والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم هاشم صلاح العلم. شكرا دكتور هاشم ما قصرت والف مبروك. على راسي جميعا دكتور. الف مبروك. نورة نورة جاهزة؟ جاهزة بروف. يلا تفضلي. السلام عليكم جميعا. معكم الطالبة نورة الجديلي. اولا واخيرا الحمد لله. خلاص طالبة ما في طالبة نورة. خلاص. الحمد لله ما تناهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله. فالحمد لله على البلوغ ثم الحمد لله على التمام. أساتذتي الكرام كل التبجيل والتوقير لكم. يا من صنعتم منا أطباء وطبيبات. بفضلكم استقينا منكم العلم والمعرفة والتجارب. فرحتنا اليوم خلدت على هيئة نجاح وحصيرة ثماره بعد طول انتظار. بكل الحب والوفاء وبرق كلمات الشكر والثناء ومن قلوب ملؤها الإخاء أتقدم بالشكر والثناء إليكم. فدوركم في بناؤنا لا يجازى إلا بالشكر والعرفان. شكرا لكم من الأعماق على عطائكم الدائم. And for the staff, those who cannot understand Arabic, I would like to thank you as well for being a part of us in this whole 6 years journey. Without you, we wouldn't make it and we wouldn't be here today and ending this journey today. Thank you so much. شكرا دكتورة نورة ما قصرتي والف مبروك. أثير معانا؟ يبارك بعمرك بروف. أثير جاهزة؟ جاهزة. يلا دكتورة أثير تفضلي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله. أهدي لحظة تخرجي هذه إلى أمي الحبيبة التي سهرت على راحتي والتي كانت وسوف تظل مثالا للأم التي تضحي من أجل أبنائها. أمي ها قد وصلنا إلى اللحظة التي كنت دوما تحلمين بها. مرت سنين وليال لا يعلمها سوى الله لكنها مرت بفضل وجودك بجانبي. أهدي لك هذا النجاح وكل النجاحات التي أتمنى تحقيقها في المستقبل وإلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله أبي الغالي وإلى أخوتي وأخواتي الذين هم كل حياتي وسر سعادتي وإلى زوجي الذي ساعدني ووقف معي وكما أشكر أصدقائي الخريجين وإلى كل من ساهم في تخرجي أساتذتي الأعزاء. ابنتكم أثير. شكرا دكتورة أثير ما قصرتي وألف مبروك إن شاء الله. دكتورة ريم العنزي معنا؟ السلام عليكم. في هذه المناسبة الشكر لله أولا.
الحمد لله بعد مرور 6 سنوات جات اللحظة اللي نتمناها. أبانا وأمهاتنا لا شك بأن لكم فضل كبير علينا. مثل داحي بعد الله وتوفيقه وبسبب جهدكم ودعواتكم. أحب أشكر عميد الكلية وكل من ساهم في هذا النجاح. أحب أشكر زملائي الطلبة والطاقم الأكاديمي والإداري في الجامعة. Thank you for listening. أختكم الدكتورة ريم العنزي. شكرا ما قصرت، ألف مبروك إن شاء الله. دكتور عبد الله العاصم معنا؟ عبد الله؟ مرحبا بروف، السلام عليكم، صوت واضح؟ حياك الله، تفضل. بس افتح المايك، قفلته. الحين اشتغل الصوت. ما نسمعك عبد الله، افتح المايك. بشكله عبد الله خرج ويرجع ثاني بعد شويه. الحين نرحب باي مشاركه الاهالي، اذا في احد من الاهالي يحب يشارك معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله. حمد فهد المقبل، اخو الخريجه الدكتوره اسيل فهد المقبل. حياك الله، تفضل. الله يحييك، ابارك لاختي الدكتوره اسيل التخرج ولجميع زملائها وزميلاتها الخريجات، سائلا الله المولى التوفيق والسداد لهم في حياتهم العلمية والعملية، والشكر موصول لكم أعضاء هيئة التدريس، وشكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. شهد تبغي تشاركي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سوسن اليوسف والدة طالبة شهد جيدي. حابة أتكلم كلمة شكر عن نيابة عن الأمهات والأباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التخرج شعور جميل ورائع لأنه يأتي بعد جهد كبير. مبارك لكم أبنائي وبناتي خريجين كلية طب الأسنان في جامعة دار العلوم، هذا الإنجاز الرائع. مثابرتكم هي سر تخرجكم، وأسراركم هو سر تفوقكم، وصبركم هو سر تميزكم. يسعدني كوالدة لأبنائي وبناتي الخريجين في هذه المناسبة السعيدة أن أقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات، فألف مبروك لكم هذا التخرج الرائع، وأسأل الله لكم السداد والتوفيق في مسيرتكم العلمية والعملية القادمة. نعجز نحن أهالي الخريجين في وصف كلمات الشكر والتقدير لكم لكل من ساهم في هذا التخرج، ابتداء من مؤسس هذا الصرح الشيخ عبد العزيز تويجري والمدير التنفيذي الأستاذ نواف تويجري، والفضل الله، ثم العميد كلية طب الأسنان الدكتور هشام المعلم، وجميع طاقم هيئة التدريس والطاقم الإداري. نشكركم على جميع جهودكم التي بذلتموها لنقطف اليوم سويا ثمار هذا الجهد الرائع. جزاكم الله عنا خير. For the teachers who are the columns of the dentistry at دار العلوم, thank you so much for all what you have done to our sons and daughters. You sail them safely to the shore, where they will continue, inshallah, their career and specialize in dentistry. We really appreciate all what you have done. God bless you all. Thank you. Assalamu alaikum. شكرا جزيلا والف مبروك ان شاء الله وموفقين جميعا. عبد الله رجعت معنا؟ عبد الله
مرحبا بروف، السلام عليكم. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يسر البدايات وأكمل النهايات وبلغنا الغايات في احتفالنا بتخرجنا هذا اليوم بتوفيق من الله عز وجل وبدعم من الأهل وأساتذتنا والأصدقاء، فشكرا لكل من ساندنا بالطريق، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا ديننا ووطننا وولاة أمرنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عبد الله، ما قصرت، وألف مبروك إن شاء الله. الحين الباب مفتوح للمشاركة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. لو معكم والدة الدكتورة غادة الحارثي، أحييكم جميعا في هذا اليوم الذي أنا أعتبره يوم إنجاز ويوم حصاد. فعلا يعني المشاعر يعني جدا لا أستطيع أن أعبر عنها. يعتبر هذا يوم إنجاز لبنتي غادة ولزملائها الخريجين جميعا، سواء كان من بناتي أو أبنائي، ويعني لا يفوت. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يعني يبارك لهم في هذا الإنجاز وفي هذا التخرج، وأن يجعل التوفيق والنجاح والرقي فيما يستقبلون من أيام. وطبعا لا يفوتني شكر جامعة دار العلوم ممثلة في كلية طب الأسنان القائمين عليها، وألف مبروك للجميع. شكرا جزيلا وألف مبروك. أي مشاركة أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل. أنا والدة مها الغنيم، أحب أن أبارك للخريجين والخرجات وألقي كلمة مناسبة التخرج. فالحمد لله على التمام التي وافقت هذه الأيام المباركة الفضيلة، الحمد لله على قطف ثمرة النجاح والتي أتمنى أن تكون أول أبواب العمل والاجتهاد. وأدعو لابنتي مها والجميع الخريجين والخريجات بالتوفيق والنجاح، وبارك الله فيكم وبجهودكم ولمن ساهم وأشرف وعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسولنا. شكرا جزيلا وألف مبروك. كان يشوف روان، تبغى تتحدث روان؟ السلام عليكم. أنا مروان العواد، فرحانة واجد فرحانة في بنتي، فرحانة. الله يجزاكم خير، بارك فيكم يا دكاترة جميعا، فرحانة والله فرحانة. ما العب أتكلم ولا العب إيش أقول، بس فرحانة. الله يجزاكم خير، يبارك فيكم ويجزاكم خير. وبنيتي فرحانة إنها تخرجت، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، إن شاء الله تشوفيها من كبار الأطباء في المملكة إن شاء الله، وعالميا إن شاء الله. دكتور ناصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل دكتور. أول شيء ألف مليون تريليون مبروك، مبروك للطلاب وللطالبات، مبروك للدكاترة، مبروك لجيل المستقبل، مبروك لنبض الأمة. أنتم جيل المستقبل، أنتم دكاترة المستقبل. كنت أتمنى أن الحفل هذا يكون حضوري، ولكن لجل ظروف كورونا والاحترازات، كلية طب الأسنان على رأسها الدكتور هشام معلم بارك الله فيه، كان حريص من البداية على كل طالب وكل طالبة أنه يكون مجتهد، وأنه ما يخرجون إلا ناس ممتازين، أطباء مستقبل، أطباء أكفاء. وفعلا اليوم نحتفل بتخرجهم تبارك الرحمن. أزف أسعد آيات الشكر للدكتور والقسم والكلية بشكل عام، وكذلك أزف شكر للطلاب جيل المستقبل، للأطباء اللي أولياء أمورهم. ألف مليون ترون مبروك، مبروكين، وألف شكر لكم. شكرا دكتور ناصر، وشرفتنا بحضورك والله اليوم. الله يرضى. بروف الحميدي، دائما نسمع منك شيء هنا في اللقاءات هذه، ما ادري موجود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساكم، وعشر مباركه، وحقيقه فرصه طيبه جدا يعني في هالليله المباركه ان نلتقي
في الفرح في هالكوكبة واكتمال عقد اللؤلؤ إن شاء الله للمجتمع بمشاركتهم في الخدمة وتقديم إن شاء الله علمهم النافع وتطوير ذاتهم في المستقبل إن شاء الله لتحقيق طموحاتهم وطموحات أهليهم وتحقيق رؤية الوطن بإذن الله في كل المجالات وليس فقط في الأسنان، لأنهم هم حيكونوا قدوة في هالمجتمع اللي الكل يتطلع بإذن الله أن يكونوا يعني مساهمين فاعلين بشكل جاد. حقيقة يعني الشكر في الأول والأخير إلى سعادة الأستاذ الدكتور هشام المعلم على هاللقاء الجميل اللي دائما نتحفنا فيه من العام الماضي، بدأ بهال مع بداية أول كوكبة للكلية. فحقيقة طبعا نهني الجامعة على رأس معالي الشيخ عبد العزيز التويجري ومعالي رئيس الجامعة وفريق الإدارة كله وفريق كلية الأسنان. حقيقة يعني زملاء أعزاء شاركنا معهم في كل المناسبات وشاهدنا النمو ونفخر حقيقة يعني بما قدموه من جهد، وهذا نتاجه حقيقة الجهد اللي مضى من سنوات عدة في التأسيس من بداية وضع الأساسات حتى في المناهج اللي كان البروف هشام يجمع فريق العمل. كنت شاهد على هالحقبة الجميلة التاريخية اللي الآن نشاهدهم كوكبة موجودة تقدم علمهم النافع لهالطلاب وهالخريجين اللي الكل الأهالي يفتخروا فيهم، الوطن يفتخر فيهم. فأنا أقول ألف مبروك، وفقنا الله وإياكم، وشكر سعيكم جميع أعضاء التدريس، وإن شاء الله نلتقي على خير في ظروف أفضل من هذه. نأمل إن شاء الله أن الطلاب يرون هالفرصة هذه أنها انطلاقة. طبعا في مجال الطب لا يوجد نهاية إنما يوجد بداية، فأنتم خطأتم بالخطوة الأولى لجميع الطلاب، وإن شاء الله نراكم في أماكن وتقودون محافل مثل هذه بإذن الله في يوم من الأيام. وفقنا الله وإياكم، وشكرا بروف هشام، شكرا جميع الفريق في كلية طب الأسنان، وفقنا الله وإياكم، السلام عليكم. شكرا بروف، ما قصرت الله يخليك. ودي أسمع من أستاذتنا الدكتورة ميسرة، دائما كلماتك تتحفنا وتعطينا أمل في المستقبل دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلي. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا فرحانة وسعيدة جدا أني أكون معاكم هذا اليوم، الدفعة الثانية تتخرج، يا ليتني كنت معاكم. الحمد لله مسافات بعيدة بيننا لكن القلوب عن بعضها. أهني كل الطالبات والأطباء والطبيبات اللي تخرجوا اليوم، وأهني أهاليهم بهذا الإنجاز الجميل. والشيء اللي أوصيهم فيه إنه هذه هي بداية، أنتوا لسه تعلمتوا شيء، تعلمتوا بس الأساس، إنما اللي راح تبنون عليه هو اللي جاي. دائماً خلوا مخافة ربكم قدام عينكم في أي شغلة تعملوها، وربي راح يوفقكم فيها. ودائماً اجعلوا انوها، اللهم اجعل عملي كله خالصاً لوجهك الكريم، كل عمل تعملوه، كل ألم تزيلوه للمرضى، كل مداراة، كل علاج راح يكون في ميزان حسناتكم. وأتمنى لكم كلكم التوفيق، والله يبارك فيكم جميعاً. شكرا بروف، ما قصرتي، ورسالة جميلة الكل المفروض يتبعها بإذن الله. أي مشاركة الأهل الزملاء ما سمعنا منهم في الكلية؟ بروف تارك، حياك الله بروف هشام. طبعا يسعدني أنه هذا أول اجتماع وأول تخرج، وأنا ما زلت يعني أعتبر من الجدد اللي انضميت إلى هذه الكوكبة الرائعة. ما شاء الله كلية تمام، لها مستقبل متميز إن شاء الله. جلستي الآن شهر ونص معاكم يعني، واجتماعي بعدد من الطلبة والطالبات، يعني هناك كوكبة ما شاء الله يعني بإذن الله. كورونا التوجه موجود عند البروف هشام وعند إدارة الكلية، إن نأخذ منهم مجموعة اللي يكونوا معيدين المستقبل، يكونوا أساس بإذن الله تمام للبنات هذه الكلية. يسعدني حقيقة أني أشوف أستاذتي الدكتورة ميسرة الشواف، ذكرياتي بس أطالع في وجه الطيب والكريم هذا تمام، تمر الآن ذكريات وتاريخ حياتي معاها تمام في العمل المهني. ف
فهذه أجمل مفاجأة بروف هشام حقيقة، يعني خلاني أني أشارك معك وأشوفك. هذه سعدني حقيقة زملائنا في جامعة دار العلوم اللي شاركوا معنا تمام، وأتمنى حقيقة لأبنائي وبناتي التوفيق، وزي ما قالت الدكتورة ميسرة يعني هذه البداية وأمامكم شوط، ولكن إن شاء الله طول ما التوكل على الله سبحانه وتعالى فالأمور بإذن الله من أحسن إلى أحسن. فألف مبروك لكل أبنائنا وبناتنا، ويسعدني أني أشارك معكم اليوم. الله يحييك يا بروف هشام، تفتخر بهذه الناس اللي أنت بديت هذه الكلية تمام، وأنت اللي أسستها وقمت بإنشائها تمام، فيعني لك بعد الله سبحانه وتعالى الفضل حقيقة. ويعني كمان شكري لأصحاب الجامعة، إن كانوا الملاك وإن كان مدير الجامعة، فيعني ما شاء الله كلهم هدفهم سامي، وأتمنى بإذن الله تعالى أني أضيف شيء لهذه الكلية في الفترة القادمة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. شكرا بروف تالك، وبوجودك نطمح للتميز إلى الأعلى إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ثم لنا زميلاتنا اللي بشارك، دكتور أحمد قطان معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية التفاتة جميلة من سعادة بروف هشام والزملاء في كلية الأسنان بهذه المبادرة الجميلة، وتقدم التهنئة لجميع الطلاب والطبيبات بتخرجهم، ونتمنى لهم التوفيق، ببارك لي أولياء أموره. أيضا هذا التفوق وهذا التخرج حسنا يكون هذا التخرج بداية طريق مشرف وبداية طريق لنجاحات أخرى بوجود آبائهم وأحبائهم حواليهم. منعتنا الجائحة من أن نحتفل سوية في مكان واحد في أحضان جامعتنا جامعة دار العلوم، ولكن لا تمنعنا الصعاب، ومثل ما تعودنا من الجميع أن نتحدى الصعاب وأن نحقق أحلامنا رغم صعوبة الظروف. شكر جزيلا للجميع من أعضاء التدريس، سواء كان في الكلية في إدارة البرنامج اللي أيضا ساهموا في إعداد الطلبة في بداياتهم، وسلام خاص للدكتورة ميسرة أختنا وعزيزتنا الكبيرة وأستاذتنا، ونتمنى للجميع مرة أخرى السداد والنجاح والتوفيق، وإن شاء الله إلى نجاحات أكبر بحول الله. تحياتي. شكرا دكتور أحمد، ما قصرت الله يخليك. أي مشاركة من الزملاء الزميلات، خريجين خريجات الأهل، اللقاء مفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معكم والد الدكتورة أثير بنت عبد الله المرشد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة في الشهر الفضيل، أبارك لأبنائي وبناتي تخرجهم من كلية الطب، سائلا المولى عز وجل لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية والعلمية. وأتقدم بالشكر الجزيل لجامعة دار العلوم ممثلة بكلية الطب وعميدها سعادة الأستاذ الدكتور هشام المعلم على ما بذلوه من جهد لأبنائنا وبناتنا، وجزاكم الله ألف خير. شكرا جزيلا وألف مبروك إن شاء الله. أي مشاركة أخرى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. السطام بن فهد المقبل أخو الخريجة الدكتورة هسيل بنت فهد المقبل. حياك الله، تفضل. أوجه أسمى عبارات التهاني وتبريكات لأختي الدكتورة هسيل بنت فهد ولزميلاتها الأطباء هذا التخرج، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهم. أقول لهم إن طوت صفحة من صفحات حياتكم، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقا على الدوام، لحظة
تودعون فيها الدراسة والتعب، وجاء وقت حصادكم تحصدون فيه ثمرة اجتهادكم، مودعين فيها لحظات ضحكات رفاقكم، رافعين فيها قبعات الاحترام لمكاشفتكم. أسأل الله لك وأسأل الله لكم التوفيق، وشكرا للإخوان القائمين على هذه الجامعة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق وشكرا لكم. حياك الله وألف مبروك إن شاء الله. أي مشاركة أخرى؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. أنا الدكتور خالد سعد العقيل، والد سارة خالد العقيل الدكتورة. حياك الله. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا في البداية أبارك لابنتي الدكتورة سارة خالد العقيل هذا النجاح والتخرج، وأبارك كذلك لزوجها الدكتور معاذ ولجميع أبنائي وبناتي الخريجين. والحقيقة في البداية أود أن أقدم نصيحة لجميع الخريجين وأقول لهم، طبعا أنا دكتور مهندس وليس طبيب، وأقول لهم المرحلة الدراسية كانت مهمة جدا في حياتكم، طبعا هي حددت لكم طريق حياتكم ومستقبلكم لتحقيق الإنجاز العلمي والعملي والمادي إن شاء الله في المستقبل، برغم أن الدراسة والتفوق يمر بمراحل صعبة وتعب كبير، طبعا كما حصل مع ابنتي سارة، طبعا حيث طبعا سارة مرت بالدراسة خلال دراستها وخلال العام الماضي في حمل، ورزقها الله بالنوتة جميلة وحلوة، طبعا هي منفهدة. لأني أرجع وأقول طبعا أن هذه الثمار هي ثمار الجهود الطيبة والعظيمة، وأتفق مع الجميع أن المرحلة هذه مرحلة نجاح وتخرج، لها فرحة خاصة وعظيمة طبعا لا تقدر ولا تعوض بأي شيء آخر، وهي ليست النهاية وإنما بداية طريق النجاح. وأنصحكم جميعا بالنسبة للطلبة والطالبات الخريجين مواصلة هذا الجهد، ودعواتي لكم بالتوفيق والنجاح، وعقبال ما نسمع عنكم أخبار طيبة. أنا أحثكم على عدم التقاعس، مواصلة العلم، مواصلة الدراسة، عدم التفكير في الوظيفة. الوظيفة ربما تكون مطلوبة، ولكن أيضا مواصلة العلم، مواصلة الدراسات العليا إن شاء الله. وفي هذه المناسبة أود أن أشكر جميع الطاقم الأكاديمي وعلى احترافيتهم ومهنيتهم العالية التي كنت أراها وأسمعها من ابنتي الدكتورة سارة. وفق الله الجميع، وأدعو لهم في هذه الليالي المباركة أن نراهم في أعلى المناصب الإدارية والعلمية إن شاء الله، وهذه بداية الطريق. ألف ألف مبروك للجميع. ابنتي سارة مفهدة، ألف مبروك. أنا بعيد عنك الحين، ألف ألف مبروك. وكنا نتمنى أن يكون هذا الحفل في الجامعة، على أساس نلتقي في الزملاء وأعضاء هيئة التدريس وزميلات وزملاء وزميلات الخريجين، ولكن إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله يكون لهم احتفالات ومناسبات خاصة. شكرا بروف هشام، وألف شكر للجميع، ونشكر أيضا في هذه المناسبة القائمين على هذه الجامعة. وفق الله الجميع وألف مبروك، تحياتي لكم. حياك الله وألف مبروك. عندي هنا مكتوب تهاني، لتهاني مكتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تهاني بنت عبد الله أبو شراف، والدة الدكتورة ميرا جميلة الخيري. أود أشكر طاقم جامعة دار العلوم على الجهود العظيمة المبذولة، وأهني جميع الخريجين والخريجات بهذه المناسبة السعيدة، وأحب أبارك لبنتي الحبيبة ميرا التخرج، وأنها المناسبة جميلة أن يرتبط يوم تخرجك يا ميرا بقرب يوم مولدك في هذا الشهر الفضيل، ويا لها من صدفة سعيدة وذكرى لا تنسى. وأود أن أقول لك من جد وجد ومن سارة على الدرب وصل، ونهني أنفسنا ونهنيك بهذا الإنجاز العظيم، وعسى أن ينفع بك البلاد والعباد. مبارك لك التخرج وللجميع الزملاء والزميلات.
ألف مبروك. شكرا لكم. شكرا ماما، الله يبارك شكراً فيك. شكرا جزيلا وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. محطوط عبير. هلا والله. ببارك حق صديقتي ميرا، مبروك تخرج حبيبتي ميرا، وترى نجاحك من نجاحي، مرة أنا مبسوطة لك صراحة، وليتني كنت معك الأربع سنوات هذه، بس يلا الحمد لله. أحبك ميرا. شكرا ما قصرتي. دكتور عبد الله الجديري معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير وعافية. طبعا أنا واجب نورة الحقيقة، أبارك لبنتي نورة وكذلك الخريجين وخريجات هذا التخرج. والحقيقة طبعا الإنسان أو واحد ما يجد فرحة يعني للخريجين تعادل فرحتهم في وصولهم لهدفهم، وهذا طبعا بداية المشوار. فمهما قلت من عبارات عن التخرج، لم أجد لكم أصدق من الدعاء بأن يوفقكم الله في حياتكم ويجعلكم من المتفوقين في الدنيا والآخرة. والحقيقة الشكر طبعا موصول بجميع أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسهم البروف هشام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. شاكر ومقدر حسن تعاونكم واستجابتكم والحقيقة يعني ما الإنسان في هاللحظة قد يكون يخونه التعبير، لكن أسأل الله التوفيق لنا ولكم. صلى الله على نبينا محمد. شكرا دكتور عبد الله، ما قصرت، الله يخليك والف مبروك. الله يخليك ولا يحرمني منك. مكتوب عندي احمد. احمد يبغى يشارك. السلام عليكم. انا عليكم السلام ورحمه الله. احمد الحسين والد الدكتوره ساره الحسين. حيا الله دكتور، حياك الله. حياك الله يا بروف هشام. اود في البدايه ان ابارك لجميع الخريجين والخريجات على هذا المستوى الرفيع والمشرف لكلياتهم، كلية طب الأسنان بجامعة دار العلوم. كما أشكر الحقيقة قيادة الكلية بقيادة أخي البروف هشام والبروف عبد العزيز سمران والزملاء في كافة الأقسام العلمية. ولا شك أن هذا اليوم يوم عظيم لدينا، أولاً لأنه يوافق في هذا الشهر الفضيل يوم تاريخي، وأيضاً يوم نحتفي فيه نحن والأسرة وبناتنا وأولادنا بتخرج بناتنا وأولادنا وبداية عملهم وانطلاقتهم في وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية. فهذا اليوم اليوم الذي سنفرح فيه إن شاء الله تعالى وسنتذكره جميعا. ولا شك أن دراسة الطب وطب الأسنان مهمة وعظيمة لنا. أشكركم وأشكر الجامعة، وأتمنى إن شاء الله تعالى أن أشارك في حفل دراسات عليا لبنتي وغيرها من البنات، كما أن أشارك في توظيفهم بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أحمد، ما قصرت الله يخليك. علي عندي مكتوب. علي السلام عليكم. السلام، تفضل. أول شيء السلام عليكم، أنا أخو الخريجة الدكتورة أثير المرشد. أحب أبارك لأختي الدكتورة تخرجها من جامعة الطب من جامعة دار العلوم، وللخريجات والخريجين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم في ويرزقهم بأعلى المناصب. والكلمات لو أقولها من اليوم إلى بكرة ما راح توفيها. وأنا جدا سعيد تخرج أحلى دكتورة اللي هي أختي أثير، أسأل الله يرزقها بأعلى المناصب. وأشكر جميع الدكاترة على رأس الأستاذ هشام، ما قصر، والله يعطيكم العافية، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وألف مبروك. دكتورة تهاني. السلام عليكم، أنا دكتورة تهاني فهد المقبل، أخت الدكتورة أسيل. أحب أبارك لك أسيل التخرج، فخورين جدا فيك. كما أحب أن أبارك لجميع الزميلات والزملاء
وأوجه شكري وتقديري لكليات دار العلوم على الدعم المتواصل على رأسهم البروفيسور دكتور هشام. أسأل الله لجميع الخريجين التوفيق والسداد في القادم من الأيام، وشكرا لكم. شكرا جزيلا وألف مبروك. إبراهيم، إبراهيم يحب يشارك. السلام عليكم، معكم إبراهيم العزيزي والد الدكتور بسام والدكتورة الريم. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد على تمام النعمة. أزف التهاني والتبريكات لكل الفريق من أعضاء التدريس، هيئة الجامعة، أبنائي وبناتي الخريجات، الأهالي، كلنا شركاء في هذا النجاح العظيم، وانتظرنا ليالي وسنوات طوال ولله الحمد، والحمد لله تكللت بالنجاح، اللهم لك الحمد. وأذكر أبنائي وبناتي بأن الطب قبل أن يكون مهنة رسالة، فأرجو أن يتقون الله سبحانه وتعالى، يضعون تقوى الله سبحانه وتعالى نصب عيونهم لكي ينالوا التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى، والأجر والقبول في السماء قبل القبول في الأرض. فكل ألف ألف مبروك للجميع، وتضيع العبارات صراحة، لا تسعني، لا 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 تسعني كلمات، مع أني معلم لغة عربية، لا تضيع العبارات في هذا النجاح العظيم، الإنجاز الكبير. فكل الشكر، كل الشكر، وألف ألف ألف مليون مبروك للجميع للجميع، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في أمان الله. شكرا جزيلا وألف مبروك. دكتور عبد الله الحويدان معنا. السلام عليكم جميعا. في البداية نشكر الطاقم الطبي جميعا ورأسهم بروفيسور هشام على كل التعب والمسيرة اللي قطعوها خلال 6 سنوات مع بنتي والزميلات والزملاء جميعا. طبعا بنتي الطالبة يارا الحميدان سابقا والدكتورة الآن. لازلت أستذكر أول يوم قابلتك فيه دكتور هشام، وكنت أتكلم معك عن طبيعة الكلية وعملها، شرحت لي صراحة شرح وافي وكافي عن مراحل الدراسة، وبالفعل صراحة لاحظنا التطور اللي حصل مع بنتي يارا خلال 6 سنوات من ناحية الثقافية والاجتماعية وإلى آخره. فنشكر أشكرك جميعا الجميع على طريقة التدريس والعلم اللي وصل إلى بناتنا، ونتمنى التوفيق للجميع والكلية، وشكرا جزيلا. شكرا الله دكتور عبد الله، والف مبروك ان شاء الله. عندي عبد الله الخيري، مضبوط عبد الله الخيري، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الله الخيري، اخو ميرا جميلة الخيري الدكتوره، طبعا الان صارت دكتوره. فحب أقدم صراحة الكلمات ما إحنا قاعدين نعبر فيها بصراحة، لأن ألف ألف مبروك ميرا، وإلى الأمام دائما، and you just bring it, congratulations, so proud. شكرا جزيلا وألف مبروك. معي مشاري، هنا مشاري. مشاري حب يشارك. السلام عليكم، معكم الخريجة شاهد نجيدي. حياك الله شاهد، تفضلي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أعجز عن وصفي لفرحتي اليوم، فرحة لا مثيل لها. ألف شكر للجميع. أهدي هذا التخرج إلى والدتي ووالدي، إن شاء الله نبيض وجهكم ونرتقي إلى أعلى الدرجات. شكرا لكم جميعا. شكرا وألف مبروك. المها الجديلي، المها تحب تشارك؟ السلام عليكم، أنا المها الجديلي أخت الدكتورة نورة الجديلي، أقدم لها كامل شكري وتقديري وكامل فخري وتبريكاتي لها، فأني فخورة بها بعدد لا يقدر، وإن شاء الله تصبح قدوة لي. شكرا، ما قصرتي، ألف مبروك. فهد المقبل عندنا، فهد المقبل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والد الدكتورة حسيت أحد المدن أبارك لبنتي الدكتورة على تفرج زميلاتها، كما أشكر جميع الأطباء الكلية وأتمنى التوفيق للخريجات والخريجين. الصوت غير واضح عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والد الدكتورة عصير بهذا المقبل، بارك لبنتي الدكتورة على التخرج وزميلاتها، كما أشكر جميع الأطباء في الكلية وأتمنى التوفيق للخريجات والخريجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا وألف مبروك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. مساكم الله بالخير. وش حاب أبارك للجميع اللي تخرجوا، ما شاء الله ألف مبروك. وحاب أبارك لأختي نوف الرويلي تخرجها ما شاء الله. ومع السلامة. شكرا وألف مبروك. دكتور الفرم هنا، مكتوب الدكتور الفرم معنا. الصوت، الصوت ما شغال. والحين تفضل تفضل، حياك الله. السلام عليكم. اولا بروفيسور هشام اشكرك جزيل الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. اتذكر قبل 5 سنوات لقائي مع البروفيسور هشام في مكتبه مع انطلاقة الكلية وانطلاقة الجامعة، وتحديدا كلية طب الأسنان. لا زال في ذهني السلوك الحضاري والإنساني والأبوي من البروفيسور هشام في تسهيل عملية قبول الطلاب والطالبات. هذا البعد الحضاري والإنساني أنا كأستاذ جامعة في جامعة الإمام يعني أكبرت هذا الشيء بالبروفيسور هشام، وبنفس الوقت اطمأنيت للجانب للمسار العلمي في هذه الأمسية وبهذه العشر الأواخر نحتفل ب بقيادة البروفيسور هشام. أنا أشكر البروفيسور هشام وأشكر الجامعة وأبارك لبنتي الدكتورة غادة خالد الفرم، وأبارك لكافة أبنائنا وبناتنا، ونتطلع أيضا إلى استمرارية العلاقة مع هذه الجامعة وهذه الكلية. مرة أخرى أشكرك دكتور هشام، وأنت لك فضل على المستوى الشخصي والمستوى المهني لما وصلت لما وصلوا إليها أبناء. كل الشكر لكم جميعا. شكرا دكتور، ما قصرت، وهذه والله واجبات علينا لابد يعني تجاه الطلاب والطالبات ونحن معهم حتى بعد التخرج ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور، نراك على خير ان شاء الله. شكرا الله يخليك، شكرا ما قصرت. عندي علي العرابي هنا مكتوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. معك الدكتور عبد الرحمن العرابي والد الدكتورة أصالة العرابي. حياك الله، تفضل. حقيقة أهنئكم جميعا على هذا النجاح العظيم. أهنئ الكلية على ما قدمته للطلبة، وأهنئ الطلبة الخريجين أو الدكاترة الخريجين جميعاً، وأبارك لهم وأدعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مسيرتهم التعليمية القادمة إن شاء الله. وألف مبروك والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً جزيلاً للمشاركة وألف مبروك إن شاء الله. مكتوب عندي علي. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا دكتور. انت بخير. حبيت اهني
الطلاب والطالبات كل اللي تخرجوا هذه السنة من هذه الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم علي الجربوع، وبارك له وبارك الزملاء على هذا التخرج وصبرهم في هذه الدنيا، والله يكون في عونهم. الله يوفقكم إن شاء الله. آمين أجمعين. السلام عليكم. السلام. سامي المقبل. السلام عليكم. صباحكم الله بالخير. السلام ورحمة الله. تفضل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حاب أبارك لأختي الدكتورة أسيل فهد المقبل التخرج، وأيضاً المباركة موصولة لزميلاتها وزملائها، كما أشكر القائمين على هذه الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم مع الطلبة الذين أصبحوا دكاترة إن شاء الله بإذن الله، وراح يحضرون في الفترة المقبلة. لكم كل الشكر والتقدير. شكراً، ما قصرت، ألف مبروك. عندي مباركة هنا من حرف الإم، بس ما أعرف الاسم. الإم، حابة أبارك لميرة، ألف مبروك التخرج وعقبال أعلى المناصب في حياتي. شكراً وألف مبروك. Anyone of our staff needs to talk about anything? Hi Prof, Assalamu alaikum. I would love to talk about this batch. May I? Yes, please. Yes, this is Dr. Maheen. If my students are here, of course they know me. Why do we need to learn oral pathology, Dr. Maheen? Why oral pathology? I'm going to be an orthodontist, isn't it, Dr. Hashim? I'm so proud of this batch. It was a challenge teaching them, but very intellectual, very confident, and inshallah, I feel they will excel very well. All my wishes are with you and all my prayers are with you. Congratulations to you, your parents, your family, to the entire Darul Uloom family. A very proud day, a very proud moment for all of you. I wish you all the best. Good luck. Thank you, Dr. Mahir. Pathology is the basic of everything, so we have to respect pathology. Thank you, Prof. Thank you. Turkiya al-Qahtani, my Turkiya. السلام عليكم، معكم تركي القحطاني، والدة الطالبة ريفة علي مريح. أحب أشكر القائمين على الجامعة وبارك البنت الطالبة ريمة وجميع زميلاتها، وأسأل الله أن يرفع بهم ويرفع بكم، وكل عام أنتم بخير وعشر مباركة علينا وعليكم يا رب. آمين أجمعين وألف مبروك. الله يبارك. ابتسام. السلام عليكم، أحب أبارك وأهني إلى بنت أختي العزيزة ميرة بمناسبة تخرجها، وإن شاء الله إلى أعلى المراتب وأرفع الدرجات يا رب، هي وجميع الزملاء والزميلات اللي معاها. ألف مبروك للجميع إن شاء الله. دكتورة ابتسام بوشرار. شكرا دكتورة، ألف مبروك. الله يبارك فيك. بروف محي الدين موجود معنا؟ بروف دمشقية؟ بروف أنا في صمتك، سالك ذاكر كير. أوكي، توك دكتور ذاكر. Yes, congratulations to everyone. And guess where I am right now? Just outside your place in the university, your building. Congratulations to all of you. Hope you have a successful life, inshallah. And best of luck from your university, from your college. Best of luck for your future, inshallah. But there's no other time to come to the building. I had gone out for groceries, so coming back home. Thank you. Best of luck. Thank you very much. Thank you. Take care. أي أحد يحب المشاركة أو نختم اللقاء؟ السلام عليكم. دكتورة مها كلاب موجودة معنا. وين أضيف شيء معك؟
أهلين دكتور، السلام عليكم. السلام، حياك الله. أبارك لكلية طب الأسنان، لطلابنا وطالباتنا على هذا صراحة يعني النتائج الرائعة، مع وفي العشر يعني وقت جميل وكلية رائعة ومتميزة بقيادة ما شاء الله زميلنا وصديقنا وأستاذنا دكتور بروف هشام، الأساتذة جميعا طلبة يعني رقي كامل من رأس الهرم إلى يعني أصغر من يعمل في هذه الكلية الرائعة. شكرا للجميع وألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم بأعلى أعلى أعلى المراتب بنفس النتائج اللي شفناها منكم، بنفس هذه هذا الرقي وهذا المستوى الجميل. إن شاء الله نشوفكم هكذا في مناصبكم، وربي يوفقكم جميعا إن شاء الله، وألف مبروك. دائما سعيدة وفخورين في طب الأسنان ككلية، كطلبة، كقادة، كأساتذة. شكرا للجميع، الله يبارك فيكم إن شاء الله يا رب. شكرا دكتورة مها، وما قصرتي. السلام عليكم. دكتورة دعاء تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا بروف هشام على يعني organizing this graduation day, this virtual graduation day. You always find a way to make everything special, and you made this graduation and the previous graduations very special for us and for our students. حابة أبارك لكل الخريجين والخريجات. الدفعة دي كانت مميزة جدا، وكانوا مليين علينا كلية. فربنا يبارك لهم يا رب ويوفقهم، ويعني يفرحنا بيهم دايما ويخلونا دايما فخورين بيهم وبهم لأكبر الأمنيات إن شاء الله، وإن هم دايما يبقوا رافعين راسة الكلية عالية، يبقى دايما اسم كلية دار العلوم كده يعني يشرفنا بيهم ويشرفونا بيه دايما يا رب على طول. ألف ألف مبروك، وربنا يوفقكم دايما إن شاء الله، ودايما من نجاح إلى أعلى بإذن الله. ألف مبروك. شكرا دكتورة دعاء، ما قصرتي. إبراهيم معنا. السلام عليكم، معك دكتور إبراهيم الجربوع. تفضل إبراهيم، تفضل. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله ما انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله. هذه حروف الأمل قد أشرقت معلنة نهاية البداية، فالبسمة والمحبة تتعالى لتوقظ أجمل أحلامنا في تحقيقها ونجاح وتخرج عظيم. برغم أن الدراسة والتفوق يمر بمراحل صعبة وتعب كبير، إلا أن ثمارها طيبة وعظيمة، فاتفق الجميع على أن النجاح والتخرج له فرحة خاصة وعظيمة لا تقدر ولا تعوض بأي شيء آخر. لهذا جمعت لكم عبارات جميلة عن التخرج والتفوق، وأحب أن أهدي تخرجي إلى نور دربي وذخري أبي العزيز، وإلى قرة عيني وسر نجاحي أمي الغالية وأخواني، ومبروك لجميع دكاترة المستقبل أصدقائي، ولكم التوفيق، ومبروك لكم جميعا إن شاء الله. شكرا إبراهيم، ألف مبروك. روان معي، روان. السلام عليكم. أنا والد روان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله على البلاغ، أكرمني الله بفضله وتخرجه وتخرج ابنتي وقرة عيني وحبيبتي من جامعتكم الموقرة. الله يسعد قلبها وعقبال إن شاء الله الشهادات العليا. والله أشكركم شكرا جزيلا حقيقة، الجامعة وطاقم الجامعة والإداريين والمسؤولين والموظفين، والله الكل حقيقة سهل مهمتنا، وإحنا بعيدين شوية لكن حقيقة شعرنا أن عندنا أهلنا وجماعتنا كلهم في الرياض. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. لا، والف مبروك. تركي معي، تركي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحب أهني وبرع لكم بشهر الكريم، وثانيا أحب أبارك لواحد من الشباب هو خريج الدفعة هذه بس لعله زعلان مني، فحاب أبارك له وصل له تحياتي وتبركاتي له ولكل الخريجين بإذن الله يا رب. يعطيكم العافية. هلا أقول ما في زعل في ربطان.
هو الزعل كان قبل رمضان بس ان شاء الله يسامحنا. يعطيكم العافية. اياك الله وكيل. سليمان عندي في القائمة. السلام عليكم، معكم سليمان السعوي زوج الدكتورة أثير بنت عبدالله المرشد. حاب أبارك وأهني جميع الخريجين والخريجات وبالأخص الدكتورة أثير بنت عبدالله المرشد زوجتي وحبيبتي قرة عيني، ألف مبروك، وما هذه إلا نهاية أو بداية لطريق مستقبل باهر ومشرق إن شاء الله في مهنة تعتبر من أشرف المهن. أثير أنا جدا سعيد وفخور فيك، شكرا. شكرا، ما قصرت، ألف مبروك. عبد الملك. يا مرحبا، أبارك لأختي الدكتورة أثير المرشد تخرجها من كلية الطب، أسأل الله أن يبارك في علمها ويرفعها به ويتقبل منها ويوفقها لكل خير، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين ويستعملها في طاعته. مبارك ألف تخرجك يا حبيبتي ويا قلب قلبي إتمامك هذا التخرج، وأنا جدا سعيدة وفخورة فيك، وبوأك الله المعالي وبلغنا بك المراقي العظام، وشكرا. شكرا وألف مبروك. مكتوب عندي الدكتورة تهاني مشاركة. لا أنا الجمعة. أنا الجمعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. أنا هناء جمعة أختي الدكتورة رهف عام الجمعة. هي كل الخريجات مبارك لكم تمام العلم، ربنا يبارك لكم بهالعلم وينفعكم فيه. فخورة جدا بأختي رهف جمعة، وإن شاء الله نحن حنكون بإذن الله من أكثر الناس الداعمين ليها، وإن شاء الله يا رب يعني نحن بيشرفنا طبعا أن تكون خريجة جامعة دار العلوم، وربنا ينفعها بهالعلم وينفع كل الخريجين والخريجات يا رب. رهوفة نحن كتير فخورين فيك يا حبيبتي. السلام عليكم. شكرا جزيلا وألف مبروك. عبد المجيد. عبد المجيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أبارك وهني أختي حبيبتي نوف الرويلي على تخرجها، وحاب أقول لها أني فخور فيها مرة، أنا خلصت من هذا التعب كله الحمد لله. حاب أبارك صديقاتها كمان في الدفعة معاها، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع اللي تخرجوا يا رب. شكرا جزيلا وألف مبروك. دكتورة ساري معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ والله اولا بحب حضرتك، يعني واحد سعيد جدا اولا، يعني جزاك الله كل خير على الخدمه الرائعه والصفوف اللي حضرتك بتقدمها كل سنه وكل التيتشنج. طبعا سعداء جدا ميسرانا، سعيده جدا ان انا بشوفها دايما في لقاء حضرتك بالتخرج، يعني مستفيدين جدا دكتوره ميسره، كان نفسي نقدر نشتغل مع بعض من كده. سعداء جدا يا بروف هشام بانضمام بروف تالك لينا، وان شاء الله زي ما حضرتك قلت السنه اللي جايه هيبقى فيه اكيد خطوات كتيره ممتازه جدا للكليه باذن الله. أنا حضرت مع حضرتك التخرج المرة اللي فاتت، وقلت لحضرتك لو تفتكر أنا حاسة أن الجو قد كده جميل ورائع وكله تعاون، تفتكر حضرتك؟ أكيد دكتورة، أكيد أكيد حضرتك قلت لي يمكن الكواليس فيها حاجة تانية، فالحقيقة لو اشتغلت ده معاكم فعلا بقيت الكواليس بقيت جو كله تعاون وحب وتفاني في العمل. الحقيقة أنا سعيدة جدا جدا ومتأكدة من قيادة حضرتك، لأن أعرف زمن طويل فالقيادة حضرتك في شمال البرك زي ما قالت حضرتك أنا متعبتي على بعيد من أنت كبير معي بس فعلا بس بس مش يعني رائعة معي شخص يرد إن شاء الله للمعاد الجاية أفضل بإذن الله. شكرًا جدًا على الانفيتيشن وعلى الوقت الجميل ده، إن شاء الله يا رب السنة اللي جاية وكنت
محضورين بإذن الله. واسمح لي بس أقول كلمة للدفعة دي، مع أني أنا ما كانش في كونتاكت جديد، بس أحب أقول لهم برضو اصنع ما شئت كما تدين تدان. فدايما وانتوا بتعالجوا البيشنت تحطوا في دماغكم ان البيشنت ده ممكن يكون والدتك، ممكن يكون اختك، وزي ما هتعمل مع البيشنت هيتردلك، اذا ما كانش فيك هيبقى برضو مع اختك مع والدتك. فدايما نتقي الله سبحانه وتعالى ونعامل البيشنت زي بالضبط ما نحب ان الطبيب يعملنا. ويا رب موفقين، ويا رب دايما من اعالي المناصب ان شاء الله، ونسمع عن جامعة دار العلوم بقيادة بروف هشام ان شاء الله توصل الرقم واحد باذن الله في المملكة. شكرا جدا يا دكتور. شكرا دكتورة سالي. ترى كانت مزحة في التخرج الماضي لما قلت الكواليس، الكواليس احيانا تكون احلى ترى من الواقع اللي احنا نعيشه. لا والله والله الواقع، أنا والله شفت والله قبل وبعد، والله ما شاء الله أنا مرتاحة جدا جدا. جروب رائع دكتور هشام، حضرتك يعني مختاره بعناية شديدة والله والله الكل. وأنا على فكرة ما قابلتش أي حد إلا يشكر في قيادة حضرتك اللي أنا متأكدة منها يعني، بس قد كده بسمع كلام طيب جدا عن الكلية وعلى القيادة الحكيمة. جزاك الله عنا كل خير يا دكتور هشام، الكل مرتاح ومبسوط بالشغل مع حضرتك، جزاك الله عنا كل خير. شكرا دكتورة سالي. معي الدكتورة تهاني هنا مرة ثانية. دكتورة تهاني. يا أهلا، معكم دكتورة بشار بقومي، صديقة دكتورة أسيل آل مقبل. أحب أحكي لها فخورين فيك جدا، صبرتي ونلتي، ألف مليون مبروك التخرج. أحلى شعور هو شعور البلاغ، شعور الوصول والإنجاز، مجيء اليوم المنتظر. تخرجتي ونلتي الحلم، مبروك التخرج يا أجمل خريجة. أحب أبارك لعائلتها وزملائها وأهلهم، والشكر موصول لكم طاقم الجامعة على دعمكم لهم. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا وألف مبروك. سارة الفيرم معنا. سارة السلام عليكم، معكم سارة أخت الفيرم، وأحب أهنيها بهذا التخرج وبهذا اليوم الجميل، والدكتورة يارا بعد. أنا جدا جدا سعيدة وفخورة فيهم، ما في كلمة تعبر عن هذا اليوم الفرح اللي في قلبي، ومنها للأعلى يا رب. شكرا. شكرا جزيلا، ما قصرتوا جميعا، كانت ليلة ولقاء جميل والفرحة عارمة مع الجميع الحمد لله. ما نحب نطول عليكم أكثر، وبلغكم الله إن شاء الله ليلة القدر وعشر مباركة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، ونلقاكم دائما في لقاءات فرح وسعادة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.